وهذا سائل يسأل يقول: قبل صلاة الظهر أصلي ركعتين في المنزل وأذهب للمسجد وأصلي ركعتين تحية المسجد، هل يجوز أن أعتبر ما صليت في البيت وصليت في المسجد 4 ركعات الراتبة قبل الظهر؟ أولا نبين في مثل هذه المسألة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في اليوم والليلة 10 ركعات يواظب عليه عليه الصلاة والسلام، منها أيضا كما جاء في الحديث 2 قبل الظهر و2 بعدها، وأيضا هذه السنن 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الصبح. هذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدع 4 قبل الظهر، فالأفضل للمسلم أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر. وهذا أيضا يدل عليه كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ولا شك أن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالرواتب. ولذلك نقول للسائل أنه إذا صلى 2 في بيته ثم صلى 2 في المسجد، فنقول بأنه قد صلى 4 ركعات قبل الظهر، ولكن عليه عند صلاته وعند دخوله للمسجد أن ينوي بالركعتين التي يصليها عند دخوله المسجد، بأن ينوي بأن تكون هذه من السنن الرواتب، لأنه ذكر في السؤال أنه ينويها تحية للمسجد، ولكن عليه أن يدخل بنية أن يصلي السنة المتعلقة بصلاة الظهر قد صلى 2 في بيته، ويصلي 2 بنية 4 ركعات التي جاء فيها الفضل في الأحاديث التي ذكرناها، فينوي فيها ذلك ويدخل في ذلك تحية المسجد. فإذا صلاها بنية أن تكون راتبة للظهر فإنها داخلة في تحية المسجد.